اليوم، التضخم عنوان المرحلة الحالية في أوروبا والولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم، لكن المشكلة الأكبر أو الأزمة الأصعب لم تأتي بعد، فالجميع متخوف من الركود المقبل، ولا سيما أن المستويات الحالية للتضخم هي الأعلى منذ 40 عاما. مثلا في الولايات المتحدة بلغ المعدل السنوي للتضخم 8.6% في أيار مايو، وفي أوروبا بلغ 8.1% في أيار مايو أيضا، في تسارع واضح عما كان عليه في الأشهر السابقة. ولعل هذا ما دفع كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى التحذير مما يعرف بسيكولوجية التضخم، في إشارة إلى ظاهرة تدفع المستهلكين إلى الإنفاق بشكل أكبر لاعتقادهم أن الأسعار آخذة في الارتفاع وأن عليهم شراء حاجاتهم وتخزينها قبل أن يرتفع سعرها. وهذا التهافت في حد ذاته يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ماذا بعد هذه المرحلة؟ وهل خيارات البنوك المركزية التي تتجه بمعظمها نحو تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض ستجدي نفعا؟ ومتى تبدأ نتائجها بالظهور؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الخبير في أسواق المال الدكتور دانيال ملحم. أهلا بك دكتور ملحم. أهلا بك أستاذة اليسار. بداية، محاربة التضخم تتم غالبا برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. هذا ما رأيناه بالفعل في 15 من الشهر الحالي من قبل البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي. ولكن ألا ترى أن لهذه الخطوة مخاطر، تأثيرها على سوق العمل، تعطيل النمو الاقتصادي، مشاكل أخرى ربما؟ نعم، اليوم بداية لا يجب النظر اليوم إلى مكافحة التضخم عن طريق السياسة النقدية في وتعميمها على كافة دول العالم. هذا صحيح ما تفضلت به على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عمليا التضخم ناتج عما يعرف الكور انفليشن، أو عمليا التضخم الناتج عن تضخم الكتلة النقدية والطلب الداخلي، وبالتالي عمليا السياسة النقدية تستطيع معالجة هذا التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. أما في أوروبا، في الصين، في اليابان، التضخم ناتج عن أمور غير الكور انفليشن، وبالتالي السياسة النقدية لن تجدي نفعا في هذا المجال. ولكن اليوم لأعود لسؤالك سيدتي، خاصة فيما يتعلق في الولايات المتحدة، لأنه هي عمليا الديناميكية الاقتصادية في العالم، إذا تأثر الاقتصاد سوف يتأثر العالم ككل فيما بعد. نعم، السياسة النقدية اليوم في محاربة ومكافحة التضخم، ولكن لن تنجح لليوم بشكل كبير. هناك عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو شكلي، هي في شكلي وهيكلي في نفس الوقت. الشكلي في ما أقول أنه يجب اليوم على الفيدرال الأمريكي مصارحة المستثمرين، مصارحة الرأي العام عن الأخطاء التي ارتكبت في الماضي ولماذا ارتكبت، والإفصاح عن الاستراتيجية في المستقبل. اليوم هناك خطأ في النظرية النقدية حدثت في خلال العشر سنوات الأخيرة. الخطأ حدث عندما اتبع الفيدرال الأمريكي وباقي البنوك المركزية سياسة نقدية تقوم على شراء دين هذه الدول، وكان من المعتقد أن لا تؤدي إلى رفع الأسعار ولا تؤدي إلى رفع التضخم بشكل كبير، ولكن حدث ما حدث اليوم. أضف إلى ذلك هناك عامل ثاني، أن الفيدرال الأمريكي ابتداء من 2021 لم يكن مستقل بالشكل الكافي. في هناك الخطأ الأول الذي ارتكب عمليا في مارس 2021 من خلال حزمة بايدن، وفي سبتمبر 2021 عن طريق قبل انتخاب جيروم باول، وبالتالي تدخلت السياسة بشكل كبير أدى إلى تأخر مكافحة التضخم، وصلنا إلى الحالة التي وصلنا إليها اليوم. اليوم عمليا السياسة النقدية تستطيع بشكل جزئي مكافحة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الناتج عن جموح الطلب الداخلي. يعني عندما نتكلم جموح الطلب الداخلي هو سوق العمل. اليوم يركز المصرف المركزي أو الفيدرالي الأمريكي عمليا على تدمير تقريبا ما بين 600 إلى 700 ألف فرصة عمل، وبالتالي عمليا يبقى هناك ديناميكية حقيقية في هذا الاقتصاد على اعتبار المصرف المركزي. هناك في سوق العمل ضيق بأربعة مليون وظيفة عمل، هناك كتلة من سوق العمل لم تدخل اليوم إلى السوق، وبالتالي هناك هامش للتدخل. ولكن ما غاب عن 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 الفيدرال الأمريكي أو عن فكرة الفيدرال الأمريكي أن اليوم التضخم أصبح هيكلي ولم يعد ظرفي كما كان في السابق كما يعتقد. هيكلي لأنه الكل ينظر، كل العالم
العالم تنظر إلى هناك سلاسل التوريد أو انقطاع بسلاسل التوريد، ولكن المشكلة هي في تركز الإنتاج. المشكلة كانت الرئيسية في تركز الإنتاج، والإنتاج لا يكفي لسد الطلب اليوم. هذه هي المشكلة الحقيقية عندما نتكلم بالهيكلي. أضف إلى ذلك سيدتي أن هناك صدم الطلب، صدم مواد أولية، هناك عمليا تقسيم على المستوى العالمي لبلوكات جيوسياسية. بلشنا نشهد اليوم هناك الجيسات، وبدأت البريكس تطل برأسها وتجمع حواليها أيضا عدة من الدول. هناك بلوكات جيوسياسية واقتصادية واستراتيجية، وهذا عمليا يؤدي إلى ضعف التجارة الدولية وبطبيعة الحال ضعف النمو الاقتصادي العالمي. إذا وسوف تتأثر من الركود، هذا ما نستنتج مما تفضلت به. نعم، الفيدرالي كان منذ الأول أمام حلين، أما الركود التضخمي وأما الركود التضخمي هناك خطر كبير، لأنه يدمر البنية الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، لأنه عمليا يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة وتركز الثروة بين أقلية وزيادة وتدمير الطبقة الوسطى، وبالتالي هذه عمليا وتدمير القدرة الشرائية، وبالتالي هذا غير محبذ للسياسات الاقتصادية أو السياسات النقدية. هو يفضل عمليا الركود. اليوم الحل أمام هل الركود سوف يكون صعب أم سيكون سلس، وبالتالي عمليا الخيار هو ليس الخيار هل يكون ركود أم لا، الخيار هل يكون هناك ركود صعب أم ركود خفيف. بتقديري أنا عمليا ديناميكيات الاقتصاد الأمريكي لا تزال جيدة اليوم، هناك عمليا هوامش الشركات جيدة على الرغم من انخفاض نوعا ما الاستهلاك بالفترة الأخيرة وتآكل قرير من القدرة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يزال سوق العمل قوي جدا، وبالتالي عمليا تستطيع امتصاص هذه الصدمة. وبالتالي من خصائص هناك سوف ندخل بركود، ركود خفيف، ولكن يمكن أن يستمر لفترة طويلة من الزمن لغياب سياسة مالية أو ضريبية تستطيع الدخول بدخول بدورة اقتصادية جديدة. تماما، تفضلت بالقول قبل قليل أن التضخم في الولايات المتحدة مختلف عما هو عليه في أوروبا والصين وسائر دول العالم، وكان لافتا أن وزير الاقتصاد الفرنسي صرح قبل مدة، قبل نحو أسبوعين أو أكثر، دعا إلى استقلالية في السياسة النقدية الأوروبية، وكان تصريحه يسبق قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. هل تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قرارات بالفعل مستقلة، أم أنه سيتبع القرارات الأمريكية والنهج الأمريكي؟ هل يستطيع الاستقلال عن السياسة النقدية الأمريكية؟ نعم، أعطيه اليوم من خصائص أيضا نظام العالم الجديد عدم تعميم أيضا السياسات النقدية، لأنه عمليا إذا اتبعنا السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية أو بشكل عام هي تهدف لاستقرار الأسعار. في الولايات المتحدة التضخم أو هناك تضخم بالأسعار ناتج عن طلب داخلي، التضخم في الأسعار في أوروبا هو ناتج عن صدمة الطاقة وصدمة المواد الأولية، وبالتالي هناك نهج مختلف. اليوم الحل في أوروبا هو حل جيد وحل ممتاز، وهناك هامش أكبر للمناورة والخيارات أمام أوروبا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليوم في أوروبا هناك تطبيع للسياسة النقدية، ويجب تطبيع السياسة النقدية لكي لا تتأخر كثيرا في مكافحة التضخم يوما ما. وهذا التطبيع يساعد عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي ضمان مكافحة انهيار عمليا اليورو بشكل كبير، لأنه هذا لا يخدم الاتحاد الأوروبي ويؤدي إلى تضخم زائد. اثنين، ضمان نوعا من العوائد لقطاع البنكي، وهذا القطاع البنكي من خلاله يستطيع ضمان الائتمان والقروض لفترة طويلة من الزمن. في المقابل عمليا يجب هناك سياسة مالية وضريبية مهمة جدا في أوروبا. لماذا؟ لعمليا لاستيعاب صدمة القدرة الشرائية. في الولايات المتحدة بايدن لا يستطيع تمرير حزمة جديدة، لأنه عمليا يؤدي المشكلة هي في الطلب، ويؤدي إلى ضغوط جديد على الطلب الداخلي. في أوروبا لا، هناك هوامش أيضا، هناك تذبذب في النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة، هناك تآكل في القدرة الشرائية في الفترة الأخيرة في أوروبا، ولكن ليس سيئة بشكل كافي. تقصد التفاوت بين دولة وأخرى وليس عموم الاتحاد الأوروبي؟ نعم. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي بمعنى آخر هو غير قادر على التحكم بفاعلية سياساته النقدية، لأن تأثيرها سيختلف من دولة إلى أخرى أو من اقتصاد إلى آخر.
هناك نوعين، النوع الأول كما تفضلت به صحيح أن هناك لن يستطيع، لأنه عمليا هناك تشتت بالدورات الاقتصادية، وبالتالي مفاعيل السياسة النقدية لن تكون بالشكل الكافي على كافة الدول، أو لا تكون بنفس التأثير على كافة الدول، هذا صحيح. النقطة الثانية عمليا أن التضخم ناتج عن عوامل خارجية كصدمة الطلب، صدمة عفوا الطاقة، وصدمة أسعار المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة لن تؤدي إلى تغيير في مجرى الأمور. التغيير في مجرى الأمور، مكافحة التضخم في أوروبا، يتم عن طريق سياسة مالية موحدة لكافة هذه الدول، وأستطيع بدأت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وضعها موضوع التنفيذ لاستيعاب صدمة الطلب. كيف؟ عمليا تقسيم بما يسمى تكاليف التضخم. ما يعني تكاليف التضخم؟ يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تقسيمها ما بين الدولة، ما بين الشركات والمواطن. إذا الدولة تحملتها لوحدها يؤدي إلى مشكلة، إلى مشاكل تتعلق في أزمة الدين. إذا الشركات يؤدي إلى تآكل الهوامش وانخفاض الاستثمار. أما إذا تحملها المواطن لوحده يؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك وبالتالي النمو. لذلك توزيع هذه التكلفة على هذه الأطراف جيد وممكن أن يؤدي إلى الخروج أو استيعاب أو الهبوط سلس لهذا الركود، وهذا ما نجحت فيه فرنسا. عندما نشوف في فرنسا عمليا هناك التضخم هو 5.2%، كسبت فرنسا 2% من التضخم نتيجة هذه السياسة. لذلك ألمانيا تتبع وإيطاليا وباقي الدول تتبع هذه الخطة في الفترة تمام، كم المقبلة. من الوقت يجب أن ننتظر لتبدأ نتائج تشديد السياسة النقدية بالظهور، أو حتى إن لم يكن تشديدا، أي سياسة نقدية متى تؤتي ثمارها عفوا؟ عمليا أن هناك 6 أشهر ما بين السياسة النقدية وانعكاسها على الاقتصاد، هناك 6 أشهر. لذلك المصرف الفيدرالي الأمريكي قال سوف ينتظر ماذا سيحدث ابتداء من ديسمبر، وبالتالي خلال هذه 6 أشهر يمكن أن تعطي بعض المفاعيل. في أوروبا لن نستطيع الانتظار أكثر من ذلك بكثير، لأنه عمليا الوضع في أوروبا أخطر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عمليا الوضع في أوروبا منكشف كثير على الخارج فيما يتعلق عمليا التجارة الدولية. يعني أوروبا هي خزان الادخار، هناك عمليا الميزان التجاري كان في فائض، ولكن خلال 6 أشهر الماضية هناك كان في عجز في أوروبا، وهذا أول ما هذا خطير جدا، يهدد عمليا الاقتصاد العالمي، لأنه عمليا كانت أوروبا تعتبر هي خزان الادخار العام العالمي، وانكشاف أوروبا بهذا الشكل في عجز يؤدي إلى تهديد الاقتصاد الأوروبي، ونحن لم نتكلم بعد عن انقطاع الغاز الروسي. تمام، بالحديث عن الغاز، بات معلوما أن أزمة التضخم تفاقمت مع الإغلاقات المرتبطة بكوفيد 19 كوفيد 19، وتفاقمت أيضا بعد الحرب في أوكرانيا، ولكن بالارتفاع المضطرد الآن، ما الذي يقود التضخم؟ هل هي أسعار الطاقة وحدها، أم أزمة سلاسل التوريد وانقطاع ربما سلع مواد أولية وسلع غذائية أساسية، أم ماذا؟ كما شاهدنا في خلال من الحرب، مثلا في اعطيكي في اوروبا، بدايه الحرب الاوكرانيه ضغطت، كانت عمليا اسعار الطاقه تضغط بشكل مستمر. كيف يضغط فقط تقنيا؟ اريد ان اشرح للمشاهد كيف تقنيا التضخم يخاف من الصدمات. عندما يصير هناك قفزات في الاسعار، هنا يخاف التضخم، لأنه يؤثر على استهلاك أو على السلوك الاستهلاكي للمواطن. أما إذا ارتفعت الأسعار بشكل سلس لن تؤثر بشكل كبير، لأن المواطن يستطيع التأقلم مع هذا الارتفاع السلس. هذا هو الفرق بين الاثنين. عندما نقول أن صدمة الطلب خلال ابتداء من شهر 2 لحد هلأ كان هناك صدمة طاقة، في خلال 3 أشهر المقبلة سوف يكون هناك صدمة المواد الأولية والمواد الخام وغيرها. لذلك عمليا لماذا؟ لأنه عمليا الضغط على المواد الأولية خلال الأشهر المقبلة سوف يكون أكبر، وبالتالي سوف يكون هناك قفزات، وبالتالي يؤثر على التضخم. في الفترة الأخيرة كانت أسعار الطاقة، في الفترة المستقبلية هي أسعار المواد الأولية. خلال عندما نصل إلى سبتمبر تكون الأسعار في خلال نحن نقول شباك 12 شهر أو في فترة 12 شهر، عندما نصل إلى أسعار سبتمبر كانت أسعار النفط والغاز كانت مرتفعة جدا، وبالتالي من سبتمبر لسبتمبر، من سبتمبر 21 لسبتمبر 22، أتكلم تقني عفوا، ولكن الحساب لا عمليا مشكلة، التضخم بالعكس كيف يتم؟ نعم.
من سبتمبر لسبتمبر هناك ارتفاع بالأسعار، وبالتالي لن يؤثر كبيرا على التضخم. لذلك إذا لاحظت عمليا كل البنى المصارف المركزية هي تسعر التضخم ل 2022 أقل من 2000 من 2000 عفوا 2023 أقل من 2022، لأنه عمليا تدخل ارتفاع الأسعار في هذه المنهجية في هذا شباك 12 شهر، وبالتالي تصبح التضخم أقل بكثير ولكن يبقى مرتفعا، وبالتالي يحتاج إلى قفزات جديدة. في أوروبا يمكن أن يكون أكثر نتيجة انقطاع المواد الأولية ونتيجة سياسة التحول الطاقة، هذه هي المشكلة الرئيسية اليوم في أوروبا. إذا ما تحدث عنه فيليب لين حدث بالفعل في بعض الأماكن وليس متوقعا أن يحدث، ما يسمى سيكولوجية التضخم أو التهافت الاستثنائي يعني على الشراء والتخزين. هناك نظريتين، من النظرية ما تفضل به لين في هذا، ويمكن أن حدث، وبالتالي الطبقة الوسطى تستطيع، نعم هناك لديها القدرة الشرائية الكافية، تقول أريد أن أشتري اليوم لأنه اليوم بيكون أرخص من بكرة، أو أريد أن لا أخسر من قدرتي الشرائية بالنسبة لبكرة، وهذا يحدث عمليا. ولكن هناك أربع نظريات، منها النظرية الكنزية ونظرية بورن وغيرها من النظريات التي تقول عندما يكون هناك عدم تأكد يتم يلجأ المواطن إلى الادخار، وهذا ما شاهدناه بالفترة الأخيرة في أوروبا، أن الادخار ثبت نوعا ما، وبالتالي المواطن الأوروبي يلجأ أكثر عند الخوف للادخار، ليس كالمواطن الأمريكي يلجأ للاستهلاك ولا يهتم أكثر بالادخار. هناك عدة فلسفات وهناك عدة وجهات نظر، ويمكن كل واحدة تأخذ موقف التنفيذ، وبالتالي يمكن أن يكون الأربعة في نفس الوقت هم صحيحين. تمام، انطلاقا مما تفضلت به، هل يمكن القول أو هل يمكن تحميل جهة واحدة أو طرف واحد مسؤولية التضخم المتسارع في الفترة الأخيرة؟ بمعنى آخر، روسيا تقول إن العقوبات الغربية تتحمل الجزء، إن هذا الخيار يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع التضخم لأنه تسبب في نقص موارد الطاقة في الأسواق وكذلك المواد الغذائية الأساسية. في المقابل يقول الغرب إن روسيا هي من أضر أو عطل عمل سلاسل التوريد، وبالتالي فقدت بعض السلع الأساسية من الأسواق فارتفعت أسعارها. ما الصحيح؟ سيدة، اليوم ما تنظرين إلى نحن نقول له اليوم أن هناك السطح، ما يطفو على السطح من مشكلات وهي ثمرة المشكلة، ولكن المشكلة أعمق بكثير من ذلك. المشكلة هي في العولمة وما نتج عن العولمة. اليوم نتج عن العولمة أن هناك كافة الدول كانت تبحث عن ما يسمى في التنافسية، أنظمة التنافسية بتركز الإنتاج في مناطق في محددة في العالم. كانت الصين تعتبر هي خزان العالم الأوحد، وكانت أوروبا تعتبر هي المصدر الوحيد للطاقة والمواد الأولية. عمليا التنويع لم يكن موجود، جشع الدول بالحصول على المواد الرخيصة أدى إلى تركز الإنتاج في مناطق محددة. حصل ما حصل نتيجة، سواء كانت اليوم الأزمة السياسية، يمكن أن تكون الأزمة طبيعية أو أزمة زلزال أو غيرها من ذلك، أو أزمة كوفيد، ما يحدث مع الصين أدى إلى ما يحدث اليوم. المشكلة هي ما طفى عن سلاسل الإمداد، على انقطاع في سلاسل الإمداد، هو ثمرة المشكلة الرئيسية هي الناتجة عن العولمة وتغيير في النظام الاقتصادي العالمي الذي كان يعتمد على تركز الإنتاج في مكان محدد، والاقتصاد الغربي تحول إلى اقتصاد مالي بحت، وبالتالي أصبحت هناك مشاكل في الإنتاج. اليوم الإنتاج العالمي لن يستطيع سد ثغرة الطلب العالمي، وبالتالي هذه هي المشكلة ككل، سواء كانت الأزمة الأوكرانية أو سواء كانت الكوفيد في الصين، مشاكل كوفيد أو استراتيجية كوفيد صفر في الصين، هي عمليا هي ما نسميها الشوك أو صدمات صغيرة حدثت، ولكن كشفت عن المشكلة الحقيقية التي هي تركز الإنتاج. لذلك اليوم نشهد عمليا عندما بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد سوف يتم إعادة تموضع الإنتاج مثلا، وخاصة بالسلع الاستراتيجية. أوروبا عمليا اليوم تسعى إلى سحب كافة الصناعات الاستراتيجية. أمن الطاقة اليوم الذي لا يفهم أوروبا عمليا لماذا أوروبا تضغط بالخروج من روسيا، بخاصة بموضوع الطاقة واستقلال الطاقة، لأنه مجبرة لاستقلاليتها الاقتصادية ولأمن اقتصادها خلال 30 والأربعين سنة المقبلة، واليوم هو أفضل وقت لأوروبا من هذا الخروج. أضف إلى ذلك عمليا الأشباه الموصلات التي تدخل عمليا في تكنولوجيا أشباه الموصلات، هناك 400 مليار دولار استثمارات من الآن لل 2030 في فرنسا في أوروبا بشكل عام، وهذه عمليا تحدد اتجاهات الاقتصاد
الجديد لأوروبا، سواء كانت في الطاقة المتجددة وكمان في أشباه الموصلات، إضافة في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء، في اليابان، حتى في الصين، وللأسف في روسيا لا توجد هذه الأمور، لأنه لا يوجد هناك اقتصاد متوازن. عندما نتكلم اقتصاد متوازن ما بين المواد الأولية المتوفرة وبين الصناعات التي تستطيع إحداث عمليا توازن على المستوى يعني العالمي، ليس ربطا وبالتالي بالحرب الدائرة الآن تقصد؟ لا 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 علاقة. أنا برأيي اليوم كشفت الحرب، هي كشفت عن مشكلة حقيقية ولن تكون هي سبب الأزمة الحقيقية. طيب في هذه الحالة كيف ترى دور الصين في النظام الجديد الآخذ بالتشكل الآن؟ في القمة الأخيرة لبريكس بدأ أن الصين تحتل موقع الريادة والقيادة داخل هذا التجمع، بعدما كان هناك نوع من التنافس الخفي بينها وبين روسيا تارة وبينها وبين الهند تارة أخرى. هذه المرة بدأ وكأن الرئيس الصيني هو القائد الفعلي، وبدأ أن له دور كبير في إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية من مختلف النواحي. ولكن من موقعك كيف ترى دور الصين وتقيم هذا الدور في المرحلة المقبلة؟ نعم، الصين هي ثاني اقتصاد في العالم، وأعتقد بال 2030 سوف تصبح الاقتصاد رقم واحد في العالم. الصين تملك إمكانيات كبيرة. الصين ابتداء من 2015 بدأ هناك تحول بالاقتصاد بمنهجيتها الاقتصادية، وبالتالي تدخل أكثر، تتقوقع، لن أقول تتقوقع، تغير باستراتيجيتها للطلب الداخلي عمليا في الصين، لا تعتمد عمليا على الخارج، لأنه أصبحت مقتنعة الخارج لا يستطيع عمليا العمل كما كان في السابق، وبالتالي نموها لا يمكن أن يعتمد على سياسة أو على الدول الأوسيدي أو على الدول الأوروبية، ويمكن تستمر لفترة طويلة من الزمن. اليوم الصين لديها مركز ريادي صحيح، هي عمليا بدأت تتبلور هناك اليوم قطبيتين، القطبية بما يسمى الجي 7 والجي 20، وأضف إلى ذلك هناك دول البريكس بدأت اليوم تطفو على السطح بشكل كبير، لأنه تمتلك إمكانيات هائلة، هي تتمثل ب 25% من الاقتصاد العالمي، وهي تقول أنا موجودة على الطاولة، لا يمكن التعامل معي كما كان يتعامل معي في السابق. اليوم عندما نقول أن دول البريكس، هي سواء كانت في الصين والهند، الهند هي الصين المستقبلية عمليا، هناك روسيا اللي تمتلك إمكانيات هائلة، بعد لم نتكلم ما يحدث في القطب الشمالي، بالشمال لديه مواد أولية كبيرة جدا، وهي عمليا هي في صلب الصراع. صلب الصراع اليوم هو القطب الشمالي وليست روسيا، لأنه لا نعلم ماذا يوجد في القطب الشمالي من مواد أولية، من غازات وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك البرازيل هو قوة صاعدة، وجنوب أفريقيا، كل هذه الدول تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض. يبقى اليوم الموقف بين هذين القطبيتين هو دول أوبك أنا برأيي، أو دول المنتجة للنفط، أين مصالحها سوف تتجه عمليا، وأينما سوف تضع رهاناتها المستقبلية. هذا هو تتحدث الرهان عن اليوم أوبك النواة وليس أوبك بلس، يعني من دون الحلفاء، من دون هلا. روسيا؟ نعم، بعتقد انا انه اوبك بلس، على اعتبار ان فنزويلا، ايران، روسيا، كافه الدول المتضرره عمليا من النظام العالمي كما هو، وخاصه من نظام سويفت، سوف تدخل في النظام البديل. واليوم الصين هي الوحيده التي تمتلك امكانيات النظام البديل، اكثر من ذلك هي التي تمتلك نواه متطور على النظام البديل، الا هو الايوان، ليس نظام السيب. النظام الايوان اللي نتكلم عنه هو نظام نقدي عمليا، عفوا، نظام مالي عالمي جديد يمكن أن يجذب كثيرا من الدول للتعامل به، وهناك كثيرا من الدول تستطيع التعامل به وهو سهل، وهي دولة متقدمة في هذا المجال، لأن الإيوان يستخدم اليوم في مناطق، عدة مناطق موجودة في الصين، ولديها الخبرة في هذا المجال الصين في هذا النظام العالمي، النظام المالي العالمي. لذلك اليوم السؤال الذي يطرح، إذا كل دولة دخلت في أنظمتها وخاصة الصين مع الدول التي تدور في فلكها باتباع هذا النظام الإيوان، أكيد الولايات المتحدة سوف يكون لها الدولار، الأوروبا فيكون لها اليورو، هذه الأنظمة المالية المتعددة. السؤال الذي يطرح، كيف يتم التعاون الدولي في هذا المجال، وكيف يتم التجارة العالمية إذا كان كل دولة لديها نظامها الخاص، تمام. لأنه نحن نتكلم بما يسمى بالبروتوكول ديزاج لهذه الأنظمة ربما نجيب الرقمية. عن هذا السؤال في حلقة أخرى، للأسف الآن وقتنا انتهى بالكامل. أنا آسفة لمقاطعتك دكتور دانيال ملحم، طبعا الحديث يطول معك، ولكن نشكر لك كل المعلومات القيمة التي قدمتها حتى الآن الدكتور دانيال ملحم، وأنت الخبير في أسواق المال وكنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.